نظمت وزارة الداخلية زيارات للمرضى بالمستشفيات ودور رعاية المسنين بكافة المحافظات، وقامت بتوزيع هدايا عليهم، وهو الأمر الذي أشادوا به وبما تقدمه الوزارة من دعم مستمر لهم، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع. انطلاقا من الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على مشاركة فئات المجتمع كافة الاحتفال بالمناسبات ومنها عيد الفطر المبارك، فتحت شعار مبادرة كلنا واحد معك في العيد وبرعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قامت الوزارة بتجهيز هدايا متنوعة لتوزيعها على المرضى بالمستشفيات بعدد من المحافظات. الوزارة وجهت مأموريات إلى عدد من المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية، تم من خلالها توزيع هدايا على المرضى وذويهم، وهو ما استقبلوه بفرحة وترحاب كبير في ظل حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم والمساندة لهم في مراحل علاجهم، وهو أمر يسهم في سرعة شفائهم ورفع الروح المعنوية لديهم. قد إيه فرقت مع الأطفال إن هم دي حاجة تفرحهم، وهم لأن هم في رمضان بيبقى عندهم علاج وحتى في العيد عندهم علاج، وبصراحة المبادرة دي بقى لهم أكتر من سنة بيجوا، وبصراحة أنا بحس إن الأطفال بيفرحوا كتير قوي. بحب أوجه الشكر لوزارة الداخلية على مبادرة جميلة جدا اللي عملتها النهاردة، وزعوا كحك العيد والبسكوت على الأطفال، وده طبعا شيء يسلك القلوب ويسعد الأطفال دول ويساهم في العلاج بتاعهم. وتحرص وزارة الداخلية على استمرارية زياراتها للمرضى بالمستشفيات تأكيدا على أهمية تقديم الدعم لهم وتعزيزا لروح المشاركة مع كافة الفئات في الأعياد والمناسبات. ده شعور جميل جدا الحمد لله، يعني كان له صدى كويس جدا عند الأطفال وعند ذويهم، والحمد لله كانت زيارة كويسة جدا ولها أثر معنوي. حاجة جميلة وحاجة تسعدنا وتفرحنا وتدخل الفرح على الأطفال. أنا كنت مبسوط إن الضباط جم وصوروا معانا. كما وجهت الوزارة مأموريات مماثلة لدور رعاية المسنين الذين أشادوا بجهود وزارة الداخلية وحرصها على تلبية احتياجاتهم المعيشية ومشاركتهم كافة الفعاليات والمناسبات. متشكرين قوي لحضراتكم، ومتشكرين قوي ليكم، ومتشكرين لاستضافتكم لينا هنا في الدار عندنا. وكمان النهارده الحمد لله يعني سعيده جدا ان وزاره الداخليه اختارت الفندق واختارتنا، تشجيعهم لينا وابتسامتهم وهداياهم بصراحه الواحد يعني محمل بجمال كتير قوي. هكذا تستقبل وزاره الداخليه العيد برسم الفرحه على وجوه المرضى بالمستشفيات من خلال مبادراتها الاجتماعيه والانسانيه لتوزيع الهدايا عليهم ودعمهم باستمرار.